ما نمشيوش ما كاينش بحال هادشي في مرجان، ما تلقاش في الملوي ولا هادشي ديال المسمن. في المآخر احنا مع القانون ومع هادشي تاع النظام ولا شي حاجه، ولكن يراعيو لينا. السياسه ديال السيد العميل ما كتحاور مع حتى واحد. في هذا الحال غادي تولي غادي تنقص من غنقص الخدمه ضروري غنقص الخدام. كل المحلات هنا استغناو على الخدامه عندهم. مزيان هاد البرلمانيين ما عمرنا شفناهم، نهار كنشوفهم كنلقاوهم ناعسين، واحد فيه الناس واحد بارك يتصنت. حاولوا مع هاد الناس لان غيضيعوا بزاف ديال التجار. باش تحاور مع الناس المواطنين وما يكونش هاد الطريقه التعسفيه وهاد الطريقه الهمجيه بهاد اللهجه. عندي ابن وداك الدري الصغير انا ما ديتش ليه من الفراشه، شغناكل شغناكل بانه كاين بين السنكري يوم الاربعاء ان شاء الله غادي يكون اغلاق المحلات التجاريه على صعيد المحمديه باكملها، وغتكون وقفه امام مجلس بلدي اولا. كنت واجدوا في القصبه ديال المحمديه اللي تشنت السلطات المحليه بشانها واحد الحمله ضد احتلال الملك العمومي. هنا الساكنه ديال القصبه الاعضاء كثير منهم استبشروا بهذه الفكره ديال محاربه العشوائيات، وكيف ما كنشوفوا الصوره قدامنا ديال احد المواطنين، هذه القصبه ديال المحمديه قبل 80 سنه، ولحد الان نقدروا نقولوا المقارنه بين هذه الصوره وبين دابا تقريبا شبه تشابه بهذه الصوره. هذه معنا احد المحلات التجاريه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى. يعني كي شفتي الحمله ديال السلطات وهذه التعديلات الجديده اللي طالت القصبه والتهيئه ديال القصبه؟ دابا السيده العامله بغات ترد المدينه، قالت لك بغات ترد المدينه على 60 عام، واني المدينه ملي كانت في هذا الشكل نسبه السكان ما كانش نسبه السكان دابا. دابا السكان راه بزاف الناس، بعد بزاف الناس اللي ضاعوا في المحل، لان المحلات عندنا صغار وكيشكلوا خطوره على الاقتصاد الوطني. هاد المسائل كلها دارت بها العامله، لانه الناس اصاحبي راه ما بقاش فين تحط ولا فين تفرج، وكاينين الناس اللي ما عندهمش كاع بتاتا فين يفرشوا وحيدوا لهم المحلات هكاك. يعني نقدروا نقولوا نطرح واحد السؤال، من اللي دابا بزاف ديال المحلات انهم ولات هاد البلاصه هذه خاويه كيف ما كنشوفوا هنايا، واش انكم استغنيتوا على بعض العمال اللي كانوا كيساعدوكم هنايا في العمل ديالكم؟ وراه بطبيعه الحال غادي تنقص من غنقص الخدمه ضروري غنقص الخدام. كل المحلات هنا استغناو على الخدامه عندهم والناس بزاف ديال العمال ديال المحلات، لانه الناس اصاحبي ضيعوهم بزاف. يعني كتشوفوا انتم انه يتعاد الاعتبار في هذه القضيه هذه؟ سو يتعاد الاعتبار، لان الناس اصاحبي ما لقاش فين تفرش، راه مصايب صافي هادشي. يعني الصوره هذه اللي كنشوفوا السكان كما قلتي 80 عام هذه ما كانوش بحال دابا، ودابا المشاكل وهذا كما قلت لك في الاول راه كاين الضيق. يعني السكان نسبه السكان اللي كاينه دابا راه ماشي هي نسبه السكان، هذاك الشيء اللي كانت كيتكونسوم واحد الوقت ماشي هو اللي كيتكونسوم دابا. مثلا هذا المحل ديالي انا هو هذا مثلا، المحل كنت كنهز فيه مثلا 5 كيلو ديال الدقيق بكري، الوالد ديالي الله يرحمه في 60 كان كيبيع 5 كيلو ديال الدقيق، حيت كانوا الناس في القصبه كانوا عقلان. دابا راه 100 كيلو ما كتقدناش في النهار نبيعوها مثلا، نعطيتك دابا غير لان السكان ضاعوا بزاف، حتى المواطنين. شي هاد المسائل هذه راه كتنعكس حتى على الساكنه، راه ماشي اقتصاد ديال راه غادي تهرسوا. هي جايه بهذا السيده العامله مع كل احترامات، هي جايه باش تهرس الاقتصاد ديال المدينه. مزيد من المناقشات حول هذا الموضوع معنا احد المواطنين هنا في القصبه. يعني كي كتشوف هذه المساله ديال محاربه العشوائيات بالمحمديه؟ حنا كنشكروا هاد العامله اللي رجعت للمدينه 1928، هذه باديره. ولكن بالنسبه لهاد حنا ما كرهناش الجماليه ديال المدينه وتكون مدينه نقيه وتكون مدينه جميله، ولكن يحاولوا مع هاد الناس لان غيضيعوا بزاف ديال التجار، بزاف ديال كاين مثلا المحل كتحط حداه فراشه عايشين منه. فراشه كيقابلها شخص؟ كيقابلها شخص ضروري، لان كاع المحلات اللي كاين هنا ما كاينش شي مول المحل خدام بوحده. حنا اسمح لي الله يخليك، حنا الساكنة ديال هاد المدينة، وخاصة ولاد القصبة، لأن لا بليبار ديال هاد الناس اللي كاينين هنا الاقتصاد ديالهم كله من المحلات. حنا هادشي كيفاش نشرب الخير نقى، ومدينة تكون نقية وزوينة بلا ما بنادم يتجاوز المسائل ديالو، يعرف حدو، يعرف اللي ليه واللي عليه. ولكن حتى السلطة وسلطة وصية خاصها تعاون هاد الناس، خاصها تراعي لهم المسائل، تعاون هاد الناس وتعرف هاد الناس راه عندهم وليدات. الله يخليك لان باش تعرف هاد الناس راه الاكثريه ديال الناس راه ما خدامين في شركات، الاكثريه ديال الناس في المحمديه عايشين من الفراشه، عايشين من الحوانت، مثلا مولات المسمن، مولات كتحط حدا حانوت، كتعطي لك مول الحانوت 100 درهم كتعاونوه في الضو وتعاونوه في هذا وتعاونوه في هذا، ولكن
ها هما دابا ما شفنا كيف ما قالوا لنا نقصوا العمال عندنا كانوا مع ربعة كيف ما كنشوفوا بالصوره ممكن زومي ولا جوج يعني جوج نقدر نقولوا تسردوا دابا يعني انت تاجيك انت كتساعد شي واحد من المحلات هذو انا ما كنساعدش انا السلام عليكم انا واحد من الساكنين ديال مدينه المحمديه كنعقبوا على الشيء اللي كدير وكنستنكروا بشده على الشيء اللي كدير فيه العميله من خلال اننا بنادم عطاك عام مثال بسيط انا بائع متزوج عندي دوزياماني في لافاك لا خدمه لا والو عندي ابن وهذاك الدري الصغير انا ما ديتش ليه من الفراشه اش غناكل هذا مثال بسيط انا من داك بين داك المواطن كامل ابا انا راس المال ديال الفراشه بكل صراحه باش يعرفوا المسؤولين وانت رب اسره وكاري وهذا رب اسره تقريبا راس المال ديال تقريبا نقدر نقول لك حتى 4000 درهم 2000 درهم 3000 ما كاينش ما كيتعداش بحال هكا ولكن انما الدخل ديالو حنا اصلا كنفرشوا جوج سوايع ثلاث سوايع في النهار وتبعونا على شبر ديال الله كله تابعيننا عليه يديروا لنا البديل عادي يديروا هادشي العقول طلعوا كبار يديروا لنا البديل شي حاجه الحديث ديالنا بعد اذان المغرب مازال عندنا شحال من واحد خدام في الكريم ليها خدامين أربعة ديال السيدة أربعة ديال السيدة ثلاثة وراجل يعني دابا ملي غادي تدخلوا من هنايا شرح لنا واش غادي تبقاو نيت ثلاثة ديال الناس أو غادي لا غادي تسدوا ثلاثة البيوتة غادي تسدوا ثلاثة البيوتة ها بيت ها جوج ثلاثة الأسر ما كاينش مني غادي يوقفوا دينا شنو هو الطلب ديالك يخليو لنا فين نخدمو حنا ما معارضينش هاد الشيء ولكن يخليو لنا فين نخدمو مع النظام مع يخليو لنا فين نخدمو انت في المحل هذا مع ثلاثه ديال السيدات اخويا الحمله ديال السلطات اخويا انا يتيم انا ما عندي لا امي لا الوالد لا حتى شي حاجه وخدام على سبعه ديال اليتامى وما يمكنليش باش نخرج من هاد البلاصه حيت الا ما خدمتش هاد البلاصه ما عنديش فين نخدم دابا في حاله مثلا ملي غادي نتحيدوا من هنايا واش غادي تبقاو بحالك نتوما ثلاثه ولا غادي تنقصوا ولا شنو شرحي لينا ما يعني نوقفوا ما عندنا شو غادي يمشي غادي نوقفوا يعني هذه البلاصه اللي كنصايبوا منها طرف الخبز هذا الشيء اللي غادي نقول لك انا يا خويا طبعا هما اللي في يدي حيت ما عندي حتى شي صنعه اخرى غادي نمشي ليها ولا الحرفه اللي كديري هذه هي الحرفه اللي كديري وعندك زبناء ديال هنايا كما كنشوفوا اخويا شنو الطالب نقول لك المسؤولين الطالب اللي غادي نقول للمسؤولين انايا يديروا لينا في الخدمه نمشيو من هنايا بديل يعني يعني البديل ما عندناش غادي يبدل ما عندناش غادي يمشي دخلنا لداخل ما عندناش غادي نسولك انت كزبون اخي تفضل ايه هو هذه مساله صعيبه الانسان ضعيف مساله عليهم اما من ناحيه القانون الناس مطبقين القانون ديالهم الله يعاونهم يعني حالة مثلا انت زبون ديال هاد الناس هادو ما غاديينش يبقاو كيف ما كيقولوا يعني ملي غادي تاخذ المسمن كيقولوا من البحر نجيبوه من البحر نمشيو نشريو من البحر ونجيبوه الى حيدو بحال هاد الناس يعني منطقه شعبيه منطقه شعبيه عايشين فيها الناس يعني على حسب الوضعيه ديالهم كل واحد على حسب الوضعيه ديالو ما غاديش نمشيو للمرجان ولا اسيما باش غادي تقداو بحال هاد المسائل هادي وبحال هاد المسائل ما كاينش طبعا تما ما لا ما نمشيوش ما كاينش بحال هادشي في المرجان ما تلقاش الملوي ولا هادشي ديال المسمن كلمه اخيره حنا مع القانون ومع هادشي تاع النظام ولا شي حاجه ولكن يراعيو لينا يراعيو لهاد الناس اللي خدامين هنايا ملي غادي تدخل لداخل راه ما كاين لا خدمه لا والو غتوقف يعني كيف ما كنشوفوا كاين عليكم واحد الاقبال هنا في القصبه ديال المحمديه الناس والزبناء ديالكم غادي يتحرموا من هاد المسمن وهاد المسائل هذه اللي هما كيحتاجوها يوميا صباح وعشيه مع الاصلاح ولكن الاصلاح يشوف من حال الناس هاد الاصلاح خاصو يراعي الناس اللي سنين ومنين وما خدامين هنا راعي يعني راعي الوضعيه الاجتماعيه ديالهم ماشي راه غادي يسد علينا باش يتحرم بنادم قال لك قطعوا الاعناق ولا قطعوا الارزاق طبعا كانت لكم مفاجاه ما الناس يعني الوضعيه الاجتماعيه الناس كل شيء عايشين منا عندنا مصائر تنخلصوهم عندنا كريديات تنخلصوهم كاين اللي عنده كرا كيخلص الدريات راه كاريين تيخلصوا الكريديات الفاكتورات من نهارهم ما عندهمش من نهارهم غادي يخرجوا لبرا الا لا بغاو بنادم يخرج برا الحانوت ضيق كيف ما كنشوفوا هنا شكرا كنتواجدوا في القصبه ديال المحمديه اللي كتشهد واحد الحمله لا نظير لها من طرف السلطات العليا بالمحمديه حنا دابا كنتواجدوا في القصبه ومعنا السلام عليكم فرقاش عبد العالي الصفه امين مال جمعيه القصبه للتنميه والتواصل يعني الجمعيه ديالكم والساكن هنايا كيشافت الحمله ديال السلطات الحمله اللي شفنا من طرف السلطات المحليه حنا مع النظام وشريطه النظام في ظل الحمله التعسفيه
اللي ما خصهاش تكون بهذا الوتيره اللي دارت هذه السيده العامل العمالات المحمديه، رغم المدن المغربيه اللي كلها كتشهد هذا النظام، هذا نظام في حد ذاته نظام مزيان حنا قابلينه، انما بهذه الطريقه التعسفيه اللي دارت السيده العامل العمالات المحمديه ما عمرها كانت انتقائيه كيف ما قالوا لنا اكثر هنايا، يعني اختار فيها كانت بزاف، وبالتاريخ ديالها كان معروف اللي دوزات ربع سنين في عماله عين الشق، ونفس الطريقه كانت كدير هذا الشيء التعسفي اللي كانت كدير. حنا مع النظام مع الحوار، ورغم السيد الخليفه الاول العامل عملات المحمديه اللي مبغاش يريح مع الناس اللي مشات عنده جمعيه السقايه وجمعيه القصبه 300 التواصل ومبغاش يتواصل معاهم، فضل كاين استثناء اللي ريح مع ناس ديال جمعيه المطاعم المغربيه اللي بمدينه المحمديه اللي كراسها السيد خالد عبادي، ريح معاهم والناس اللي ريح معاه وتحاور معاه وخلاهم خدامين. هنا ما عطاش واحد المهله، ما عطاتش واحد المهله الناس فين يصايبوا المحلات ديالهم ولا يوجدوا واحد القسط من المال، لان كتعرف حي شعبي، حي شعبي بحي القصبه اللي هو حي كترمز ليه جميع الناس اللي كتجي ليه في الواجهه ديالو، اي واحد كيدخل المدينه كيجي المدينه العتيقه. هذا ماشي في ظل هادشي اللي كدير السيده العامل، هي خصها تكون واحد شويه الحوار والنظام، ماشي بالطريقه التعسفيه اللي حتى كتشوفها دابا كاع الناس مكرفصه، الراي العام كله شغلاته بهذه المسائل ديال سميتو ولا حديث الشارع، كبير وصغير كبير صغير كل يتحدث عن السيده العامل السيده العامل، وهذا عار وعيب. خاص يكون واحد الحوار، حوار اللي يكون متواصل ويكون حوار، حنا هذا الشيء كنتمناو باش يكون واحد الحوار وكتكون المسائل مقننه، ماشي نرجعوا لسنوات الرصاص. نحن في مغرب جديد، مغرب غادي بواحد الوتيره اللي غادي نبيع دقه دقه كيما في ظل الدستور الجديد، في ظل الدستور الجديد ولنا واجبات وعلينا حقوق، حنا ما كنتسنيوش هذه المسائل، وانما خاص يكون واحد الحوار من السيد الخليفه الاول العامل العمالات المحمديه اللي خاصو يريح قانونيا مع الناس ويتحاور معاهم ونخرجوا بواحد النتيجه اللي تكون مزيانه، ماشي في ظل هاد الناس. ولا بغيتي تجري على هاد الناس هادو الباعه المتجولين هاد المسائل، دير لهم واحد السوق نموذجي ديالهم خاص فين يبيعوا ويشريوا فين ياكلوا. المحمديه كتعاني من الاسواق البلديه الجوطيات، الجوطيه الوحيده اللي كاينه، الجوطيه الوحيده اللي كاينه خاص يكون فيها نظام، والمدينه الهيكله ديالها ماشي كتجي غير على البائع المتجول، او المدينه خصها بزاف ديال المسائل اقتصاديا اجتماعيا رياضيا، ما كاينش غير البيع والشراء. جاو في ساعة المحلات التجارية بدات تحيد العباد الله المسائل ديالها، عطى الله ما يدار في هيكلة المدينة. شنو اللي كانت الأولوية ديال الأولويات بالنسبة للعاملة قبل المسألة هذه في نظركم؟ الحوار، الحاجيات ديال الساكنة، شنو الحاجيات ديال الساكنة؟ نهضروا حنا دابا في القصبة، الحاجيات ديال الساكنة شنو هي الأولوية ديال الأولويات؟ أولوية ديال الأولويات ديال حاجيات الساكنة هو يكون أولا كاين حوار، كاين جمعية، كاين فضاء رياضي هنايا، شرحوا لنا شنو اللي كاين؟ اشنو اللي كاين وشنو اللي خاص؟ واشنو اللي جمعيات؟ كاين جمعيات، خاص يكون حوار، كاين خصاص من طرف وكنحملوا المسؤوليه المنتخبون اولا هو رئيس مجلس بلدي ومستشارون والعاملين بالقطاع الرياضي والقطاع الاجتماعي والقطاع الاقتصادي، هذو كل اللي يتحمل مسؤوليته وهم الاولون، وزائد البرلمانيين الذين يتحملون كثير من هذه المسائل. يعني نهضروا نوقفوا هذه النقطه ديال البرلمانيين ديال المحمديه اللي هما ثلاثه، نبغيو نعرفوا كي شفتوا التعامل ديالهم، واش اتصلتوا بهم بحال هذه المسائل هذه، واش عمركم شفتوا شي سؤال تطرح على مدينه المحمديه في البرلمان؟ هذه نقطه مزيانه، هاد البرلمانيين ما عمرنا شفناهم، نهار كنشوفهم كنلقاهم ناعسين، واحد فيه الناس واحد بارك يتصنت بجوج، لا السي غلاض لا السي القصار. أبار السيد وزير الخارجية اللي سعد الدين العثماني هو البرلماني الأول بالمدينة اللي كان ما بقى كيشوف فيها كاع لحد الساعة، رغم كاين مسائل ديالو خاصة خاص ينظر في هذه المسائل هذه اللي خاص يشوف فيها. يعني معني؟ معني بالأمر الأول هو السيد وزير الخارجية سعد الدين العثماني. كتشوفوا أنتم هذا التجاهل هذا؟ هذا تجاهل فيه تفريط، والتفريط هذا غادي يرجع بواحد العبء كثير للناس المسؤولون ديال المدينة أولا، وكما كيقولوا اذا اسنت الامور هو عواقب على الحزب اللي ترشح، اذا اسنت الامور لغير اهلها فانتظر الساعه. السيده العامل بهذه الطريقه التعسفيه كتحمل بزاف المسؤوليه في جميع الكوارث اللي غادي تطرى من وراء هذه المسائل. يعني انتم كتنبؤوا هنايا في القصبه ديال المحمديه انه ممكن يوقع ما لا تحمد عقباه. احمد عقباه وحنا دابا رب شنو هو دابا اللي عملتوا؟ شنو اللي عملتوا؟ شنو اللي غادي نديروا؟ عملنا بيان السنكاري ان شاء الله اللي غادي ممكن نشوفوا بالكاميرا. واخا مرحبا. الصحوه ديال هذا البيان السنكاري، الصحوه ديال هذا البيان السنكاري كندو السيده العامل، لان خصها هذه المسائل خص يكون واحد الحوار، حوار اللي يكون جاد في ظل هذا التغير هذا، باش لان الحوار كيؤدي النتيجه، حنا لنا واجبات وعلينا حقوق، وانما خص يكون هذا يكون واحد الحوار من طرف السيد الخليفه الاول العمالة المحمديه
باش نخرجوا بواحد النتيجه. والمدينه راه ماشي المدينه ماشي خصها غير هادشي اللي كيديروا فيه، خصها بزاف. والهيكله ديال المدينه ما كتجلاش في المسائل المحلات التجاريه اللي غدا في محاربه السكن. هذا السيد العامل تاريخها معروف وحنا كنسمعوا عليه لانه اختصاصيه في البناء العشوائي. يعني كيشتو السياسه ديال السيد العامل؟ السياسه ديال السيد العامل ما كتحاور مع حتى واحد، كدير اللجنه اللي كتراس بها السيده القائد حوريه وكتخرج مع المقدمين ديالها وكيديروا داكشي اللي بغاو، ما كاين لا حوار لا والو. كتشوفوش ان هذه الطريقه هذه انها خاصها تبدل في المحمديه وربما في المغرب كامل؟ وهذه طريقه راه تبدلات في المغرب، راه كما سبق قلت لك، انا قلت لك ماشي سنوات الرصاص هذه. الحوار ولا بد، كاين جمعيات المجتمع المدني اللي قادره غتريح مع الناس وتحاور معاهم في ظل هادشي، وما يكونش هادشي بهذ الوتيره لان كتخلق بزاف ديال البلبله. لان ملي كدير بحال هكا كتخلي الراي العام كله كيتحدث على هادشي، صغير كبير، رغم الدراري الصغار ما خصهمش يعرفوا كاع المسائل، وكيبدا يتجلى هادشي بزاف د الحوايج. ونحمل المسؤوليه للجميع، السلطات المحليه المعنيه بالامر. رساله للسيد العامل، رساله مباشره، رساله مباشره. انتم كجمعويين هنايا في القصبه ديال المحمديه ومعنيين بهذا التنظيم الجديد، رساله للسيد العامل في ظل الدستور الجديد اللي صوتنا بنعم جميع المغاربه كيقولوا عليه نعم، لان حقوقه علينا واجبات. وهذا البروجي هذا من الناس اللي اسوه العمال السابقين، وليس بالعامله الجديده، العامله غير كدير التتمه، والعمال السابقين كانوا غادي يديروا بزاف ديال المسائل اللي حنا الخبر ديالنا عندنا اشنو كانوا غادي يديروا. وكنوجهوا له هذا النداء باش تحاور مع الناس المواطنين، وما يكونش هاد الطريقه التعسفيه وهاد الطريقه الهمجيه بهاد اللهجه اللي كيديروا فيها ما خدام. اليوم كلام حاد بدا شان هذا. اليوم درنا روبورتاج مع عدد من الباعة هنايا اللي عندهم حوانت قدام، وقالوا باللي انه هذا المنع هذا ديال السيد العامل، انهم قالوا ما يبقاوش يفرشون على برا، يعني الغاليهم بزاف ديال العمال. كي كتشوفوها انتم؟ كنشوفوا هذه طريقة تنظيمية في حد ذاتها، ولكن صعبات المسائل غير هي، خص يكون ما يكونش هادشي باستثناء، لان كاين ناس اخرى لا زالت، لان هذوك الناس اللي رايحوا معاهم هذه مدينه عتيقه هي هذوك رايحوا معاهم خلاوهم اللي هما بكل صراحه كل شيء ولا كيعرف هذه المسائل. واقع البارك، جمعيه المطاعم المغربيه بمحمديه اسبقت قلتها لك، رايحوا معاهم. والبارك اللي هو ومدينه عتيقه اللي باقي محتلين الملك العمومي، محتلين الملك العمومي، لا تيراس كله خارجين عليه. وكاين مقاهي اللي عندها رخص ديال المقهى وكدير ماكولات وكدير فطور وكدير مسائل، هادشي كاع حنا عارفينه. وانما خص المسؤولين ينظروا في هذه المسائل ويتحملوا المسؤوليه ديالهم. كما سبق لنا الذكر بانه كاين بين السنكري يوم الاربعاء ان شاء الله غادي يكون اغلاق المحلات التجاريه على صعيد المحمديه باكملها، وغتكون وقفه امام مجلس بلدي اولا. لماذا المجلس البلدي؟ لانهم منتخبون اولا من طرف الشعب ومن طرف كل الشعب الفيدالي اللي هو كيندد بهذه المسائل اللي كدار من طرف السلطات المحليه المعنيه. اذا شكرا على الكلمه ديالك. لا شكرا على وجهك.